بتعاني من الآلام المفاصل؟ بتعاني من خشونة الركبة؟ عندك مشاكل في العظم؟ بيكساس جل أول منتج متخصص لجميع آلام العظام والعضلات والعمود الفقري النهارية وأيضاً الليلية. بيكساس جل مش جل واحد، لأ ده اتنين، واحد نهاري باللون الأزرق علشان لو بتعاني من الآلام ووجع وانت رايح شغلك الصبح أو مش عارفة تعملي شغل البيت، والتاني ليلي أحمر ده عشان تعرف تنام بشكل طبيعي وبهدوء. بيكساس جل حصل على تصريح وزارة الصحة. بيكساس جل النهاردة مستحضر مكون من أعشاب طبيعية، مستحضر في صورة جديدة، صورة البام، مستحضر بنستخدمه صباحا ومستخدمه مساء. نصيحة مني، البيكساس جل هو رقم واحد في كل الألام المتسمية. بيكساس جل والأول مرة جل مزود ببامب علشان تتحكم في الجرعة المطلوبة بمنتهى الدقة. بيكساس جل متوفر بعبوتين، كل عبوة 200 جرام تكفي لمدة شهر كامل. للحصول على بيكساس جل يرجى الاتصال على الأرقام التالية. احصل على خصم 20%. الفقرة الثالثة من احتفال برنامج صحتك ثروتك برمضان، ولكن احنا النهاردة هنتكلم عن فوائد الصيام بالنسبة للأعمار المختلفة. عشان كده أكتر واحد ممكن يكلمنا المستشار الطبي الاقتصادي للبرنامج دكتور هاني فرج. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة طيب دكتور علاء، ومصرنا الحبيبة بخير، والوطن العربي والأمة الإسلامية بخير. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب دكتور هاني. بص، احنا انت لو بصيت للسنين هتلاقي ناس كبيرة في السن، ناس صغيرة في السن، ناس ست حامل، في رجالة وفي ستات، في ناس بترضع، في ناس ما بترضعش، في ناس عندها أمراض مزمنة، ممكن ناس بتشتكي من السكر، من الضغط، من أمراض مزمنة مختلفة. ومشكلتنا إن إحنا في رمضان عارف أنت في عادات غذائية مختلفة، لأن أنت في الأول كنت بتفطر مثلاً، بتاكل اكلك في مثلا في 12 ساعه، دلوقتي هتاكل اكلك في خلال 5-6 ساعات. فكل ده بيخلي رمضان ليه عادات غذائيه مختلفه شويه. عشان كده احنا قررنا النهارده ان احنا ناخد الاعمار المختلفه ونبتدي نتناول معاها. حاجة تقريبا غطيت كل الشرائح المجتمعيه دكتور علاء وكل الاعمار. يعني خلينا نبتدي بالاطفال. تمام. الاطفال احنا عندنا بعض الذكريات كلنا مع دخول شهر رمضان الكريم. طبعا. في منا اللي ابتدى يصوم وهو مع سن المدرسه، في اللي هو اكبر شويه. فخلينا نقول ان جرت العاده في مصر او في الوطن العربي بصفه عامه ان احنا بنعلم الاطفال الصيام بطريقه ممكن تكون صعبه شويه. ايه الطريقه الصعبه دي؟ تمام. ان انا بقول للطفل انت هتبتدي تصوم معايا من الصبح او من السحور لغايه اذان الظهر مثلا. ده الطريقه اللي احنا كنا بنستخدمها. وبعد كده لما يكبر سنه انت هتصوم معايا لغايه اذان العصر، وبعد كده نكمل اليوم. دي طريقه خاطئه. دي طريقه خاطئه جدا والله. اولا لو حضرتك حسبت سعاده ساعات الصيام هتلاقي ان سعاده ساعات الصيام تقريبا بتتراوح من 14 ل 15 ساعه. تمام. احنا هنتسحر هنقول قرابه الساعه 4 فجرا، يعني قبل الفجر مباشره. قبل الفجر مباشره. تمام. الطفل طبعا ممكن ينام 8 ساعات، ممكن ينام يعني حسب الفتره الزمنيه اللي هيقدر ينامها، فهيصحى معاك على الساعه 11 على الساعه 12. طبعا الفتره دي كلها ما تناولش اي حاجه وكان نايم. تمام. فطبيعيا يعني هو بيصحى الصبح عشان خاطر يفطر. تمام. فانت هتحرمه من الفطار ساعتين ثلاثه. تمام. فهيبتدي يحس بالجوع وبالعطش وهيبقى متذمر شويه. طبعا. وهيبقى عايز يفطر بسرعه. تمام. انما تخيل حضرتك احنا عكسنا الموضوع ده. ان الطفل يبتدي الصيام بتاعه من العصر لأذان المغرب. دي جديدة. كويس. هيبقى الفترة اللي هي من الفجر لغاية لغاية العصر هو يومه طبيعي، فطر طبيعي، كل طبيعي، ابتدى يصوم معانا من العصر. او من الظهر بقى حسب عن المية والشرب والأكل صيام كله. صيام كامل. أولاً من العصر للمغرب. أولا على المستوى النفسي هيحس إن هو بيشاركنا في وقت الفطار. هي. بيفطر معانا مستني المدفع زينا. هي. ثانيا بيبقى خد كفايته في الفترة الصباحية، وبالتالي هو اليوم بتاعه مرتاح. وهنحببه في الصيام، هيشاركنا من الناحيه النفسيه، هينتظر معانا الاذان، هنعوده على العادات الطيبه اللي بتعمل قبل اذان المغرب. تمام. دي الخطوه الاولانيه. دي الفكره الاولانيه اللي احنا طبقناها، هنحس ان احنا الامور بتبقى مختلفه بالنسبه لنا شويه. تمام. طيب الحاجه الثانيه، الطفل اللي بيصوم بيبقى له احتياجاته. طبعا. وبدايه كده نقول امتى نخلي الطفل يصوم. تمام. يعني الطفل يصوم من سن التمييز اللي هو سن السبع سنوات، نقول له تصوم ساعة، تصوم ساعتين، إلى أن يصل لسن 10 سنين. ما بعد ال10 سنين هو ده اللي يقدر معانا جسمانيا إن هو يتحمل صيام اليوم كامل.
تمام. يعني قبل 10 سنين ما نضغطش بالشكل اللي يخلي الطفل يبقى الصيام بالنسبه له منفر. يعني انت حضرتك بتتكلم على صيام توتال اليوم صح كده؟ الصيام بس هو ممكن عادي ناخده من العصر للمغرب. من العصر للمغرب او من الظهر للمغرب حسب سنه. تمام. والفتره دي هتبقى كافيه جدا ان هو يشاركنا الروحانيات، هتبقى كافيه جدا ان هو جسمه يبقى مرتاح في الصيام، حاسس ان الصيام ده مش حمل ولا لود عليه بشكل كبير. وخاصه ان احنا بنجهزه، يعني هو يعني حتى شرعا هو مش مطالب بالصيام في السن ده، بس احنا بنجهزه بشكل يتوائم ويتناسب مع طبيعه جسمه. تمام. طيب هنيجي للطفل اللي صام معانا يوم كامل وفوق 10 سنين. ده احتياجاته زي الكبير ولا مختلفه شويه؟ طيب مبدئيا الفطار بتاعه لازم يكون فطار مجزأ على اجزاء زي الكبار بالظبط. تمام. يعني يفطر على عصير، على ميه، على تمر، على لبن، ويشرب شوربه او حاجه خفيفه، وينتظر شويه ساعه او ساعتين. تمام. وياكل وجبه متوازنه. تمام. وجبه خاليه من الدهون، خاليه من المكونات الغذائيه المعقده المسبب الكلام ده كله ما يفضلش. تمام. من بعد الوجبه دي لغايه ميعاد السحور الفاكهه والعصائر دي اساسيه جدا، لان بتدي له قوه وبتمنحه صحه على مدار اليوم والفتره اللي بيصوم. تمام. هنيجي للسحور بتاع الاطفال. تمام. سحور الاطفال نتعامل معاه زي الفطار. تمام. بمعنى ان هو لازم يحتوي على بروتينات سهله الهضم، فيها البيض، فيها اللبن، فيها الجبن، فيها الفول في منتهى الاهميه، والبقوليات لان هي دي بتساعده خلال اليوم. وخلال الفتره ما بين الافطار للسحور يشرب كميه ميه لا تقل عن لتر ونص. تمن كوبايات. فكده احنا ظبطنا له يومه، عرفنا ايه السن المناسب للصيام، ونتمنى لاطفالنا التعود على هذه العاده الجميله. يعني خلينا نقول ان الاطفال، في اطفال اللي هم قبل العشر سنين وفي الاطفال اللي بعد العشر سنين. بالزبط. الاطفال اللي قبل العشر سنين احنا نبتدي معاهم بالصيام بس بطريقه مختلفه زي ما حضرتك قلت لنا. هبتدي الاول معاه من العصر للمغرب، لقيته جاي معايا ممكن اخده من الظهر للمغرب وهكذا. بالظبط كده. وما تضغطش في السن ده. تمام. لان تكوينه الجسماني قد لا يحتمل 14 ساعه صيام. انما الاطفال اللي هم بعد العشر سنين اعتقد ان هم بيتعاملوا معامله الكبار، بس انا بزود لهم شويه السوائل والبروتينات سواء كانت حيوانيه او نباتيه. بالظبط. وابعدهم تماما عن الاكل المعقد اللي فيه دهون كتير. تمام. او حتى الفاست فود. هاي الاطفال خلينا بقى ناخد نرجع خطوه ثانيه بالاطفال، ناخد الحوامل والرضع. كويس. الايه القرانيه واضحه يا دكتور علاء، وان تصوموا خير لكم. تمام. الصيام هو خير في جميع المراحل. تمام. ولكن احنا دلوقتي عندنا بعض الحالات الاستثنائيه زي حالات الحمل والرضاعه. الحالات دي لابد من الرجوع في البدايه للطبيب المعالج او المشرف عليه. تمام. هنيجي للسيدات في مرحله الحمل سواء في الثلاث شهور الاولى او تكمله فتره الحمل، هنلاقي ان هم محتاجين في الوقت ده كميه كالسيوم، كميه فيتامينز، كميه معادن بشكل كبير. طبعا. اذا كانت الحاله الصحيه العامه للسيده لا تسمح بالصيام، فمرخص ليها حتى شرعا ان هي تفطر. يعني او الدكتور اعتقد هو اللي بيقرر، اللي هو المفروض ان هي بتتابع. طيب لقينا ان الفحوصات تمام، التحاليل كويسه، ما فيش اي مشاكل، ما فيش اي نقص هيموجلوبين، ما فيش نقص كالسيوم، ما فيش تعب، ما فيش غثيان مستمر والقي المتكرر اثناء فتره الحمل الاولى، خلاص يعني الامور مستقره. في التوقيت ده نقول يعني يمكن الصيام، يمكن الصيام ولكن بشكل مختلف في طبيعه الفطار والسحور. تمام. انها اولا في الوجبات اللي يتم تناولها لازم تكون وجبات مجزأة، ثلاث او اربع وجبات اللي رايحين الوصول لوجبه السحور. وجبه السحور تبقى غنيه جدا بالبروتينات، غنيه جدا بالفواكه والخضروات اللي تحتوي على المعادن. قدرنا ان احنا في وجبه الفطار ندعم اكتر بالحاجات اللي بتحتوي على الكالسيوم والاوميجا 3، فدي مفيده جدا بالنسبه للسيدات في فتره الحمل. تمام. هنيجي لتوقيت السحور بالنسبه للحوامل. يفضل ان السيده الحامل انها تتناول وجبه السحور وما تنامش على طول. تمام. ما تنامش مباشره، تبتدي على الاقل من ساعه لساعتين بعد فتره السحور او بعد اذان الفجر. تمام. تحاول تبقى صاحي في التوقيت ده عشان خاطر تنام بارتياح بدون حصول اي مشاكل في الجهاز الهضمي او يحصل قيء او ما الى ذلك. هايل هايل. خلينا نقول يعني اذا الحوامل هنا فيها نوعين. في حوامل وده حسب اشراف الدكتور، حسب راي الدكتور، هي بتتابع مع دكتور. في بعض الحالات الصيام بالنسبه لها ما ينفعش فما تصومش. كويس. الحالات اللي هي بتستدعي الصيام زي ما حضرتك قلت لنا ان هي بتزود شويه موضوع الكالسيوم والاوميجا 3 في الفطار، ولما تتسحر تتسحر وتفضل صاحيه لمده ساعتين عشان تقدر عمليه الهضم تتم وتنام بارتياح. وزي ما حضرتك قلت لنا برضو يبقى موجود البروتينات بصوره عاليه شويه. كويس. تمام. خلصنا الاطفال، فاضل الرضع كده. الرضع فاضل الحوامل، فاضل السيدات التي ترضع، التي يرضعن. تمام. بالنسبه للسيدات اثناء فتره الرضاعه هو بيعتمد على الحاله الجسمانيه العامه بتاعتها برضه بتاعتها،
ولكن لو الطفل بيعتمد اعتماد كلي على لبن الام بدون اي لبن صناعي، يعني على الاقل في 3 شهور الاولى بالنسبه للطفل او 6 شهور الاولى، فغير مصرح او منصوح بالصيام في هذه الفتره. طالما ان الطفل بيعتمد تماما على لبن الام، وهي شايفه ان جسمانيا هي ما بتتناولش الغذاء بشكل كويس وعندها بس حاجه تاريخ في الموضوع. لو هي بتتناول غذائها بشكل كويس تشرب سوائل كتير، ما فيش عندنا اي مشكله خالص، مفيش اي مشكله خالص تماما يعني. بالعكس ده مفيد وصحي بالنسبه لها. يعني خلينا نقول بالنسبه للحوامل والرضع، هي نصيحه ان هي بتتابع مع دكتور، والدكتور هو اللي بيقرر هي رايحه فين وجايه منين. بالظبط. وعلى فكره هي بتبقى دكتوره نفسيها في الاول وفي الاخر. لا، احيانا قد تلجا بعض الامهات للنصايح العامه يعني. لا، ما احنا خلينا في الاعتدال. الاعتدال مهم ومطلوب طبعا. الصيام هي فريضه يمكن قضائها في ايام اخرى. تمام. فخلينا نبقى متوازنين يعني، ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. تمام. فده موجود وده موجود. اتكلمنا على الاطفال، محتاجين نتكلم على كبار السن. كبار السن. كبار السن، خلينا نقول كبار السن يعني ربنا يديهم الصحة وطولة العمر، بينقسموا لنوعين. تمام. نوع تقدم به السن والحمد لله ما فيش أي أمراض مزمنة معاه، ونوع آخر مع أمراض مزمنة مثل السكر وارتفاع الضغط والكوليسترول وبعض الأمراض المزمنة. تمام. طب هنيجي للكبار السن اللي هم فوق 60 سنة أو 65 سنة، ولكن صحته جيدة ما بيعانيش من أي حاجة. هننصحه بشرب الماء بكميات كبيرة، الأكل يبقى مجزأ، يبعد تماما عن السكريات المعقدة اللي بتبقى موجودة في شكل المأكولات، الحلويات بقى اللي هي يعني بقدر بسيط يعني، ما يحاولش ان هو يزود لأن دي فيها مشكلة كبيرة. الأكل الدسم برضو عشان الكوليسترول، ده في منتهى الأهمية ان هو يقلل منه. تمام. نفس نصيحه لكبار السن زي نصيحه الحوامل، ان هم بعض السحور ما يبقاش فيه نوم مباشر. أيوة. على الاقل من ساعه لساعتين، ده هيبقى مريح اكتر للجهاز الهضمي. على فكره كمان حتى روحانيا، انت الفرق ما بين صلاه الفجر والشروق اجر عمره وحج يعني. طيب. الامراض المزمنه بقى اللي هي عندهم امراض الكبار السن بالذات. الامراض كبار السن مع الامراض المزمنه، رقم واحد هو الاشراف الطبي وتحديد الموقف. أيوة. الطبي والموقف العلاجي. خلينا نتكلم في الموقف الطبي. طبعا التحاليل الطبيه اللي شامله صوره الدم، اللي شامله نسب الكالسيوم لو فيها هشاشه، اللي شامله تحاليل قياس نسب الكوليسترول، دي في منتهى الاهميه اجراءها قبل شهر رمضان. تمام. للمتابعه خلال شهر رمضان مع الطبيب، وفي نفس الوقت ابقى انا عارف انا واقف في انهي مرحله، وهل يا ترى الصيام هيفيدني بشكل كبير، لان الصيام زي ما احنا عارفين هو بيقلل نسبه الكوليسترول، وبالتالي بيقلل الاحساس بال ارتفاع الضغط او ما بيرتفعش الضغط من ضمن العوامل. في نقطه مهمه ثانيه يا دكتور علاء، بالنسبه لكبار السن، تناول المأكولات مش بس اللي فيها سكريات، لا اللي فيها ملح، المخللات والمنتجات اللي بتحتوي على نسبه ملح عاليه جدا. طبعا. دي في منتهى الخطوره خاصه لمرضى الضغط. فانا عندي مشكله كبيره النهارده مع المخللات حقيقيه، حتى مع الحوامل كمان عندي طبعا. مشكله ان هم يبتعدوا عن الكلام. هو كده نقول المخللات مع كل الناس. بقى كبار السن وخاصه اصحاب الامراض بيعانوا على مستوى اليوم من نسبه عطش عاليه، لان هو مريض سكر هيعاني من نسبه عطش، مريض ضغط هيعاني من نسبه عطش. طب ايه النصايح اللي نقولها لكبير السن بحيث ان هو خلال اليوم ما يبقاش بيعاني من نسبة العطش؟ تمام. طيب اول حاجه زي ما ذكرت المخللات دي يبعد عنها تماما. تمام. في رمضان يعني اقل القليل اذا امكن يعني. تاني حاجه المياه الغازيه. تمام. ما فيش مياه غازيه خلال شهر رمضان اذا امكن. ثالث حاجه المواد المدره للبول، الاشربه زي القهوه والشاي بكميات كبيره تحتوي على نسبه كافيين، فبالتالي هتبقى مدره للبول، فهيفقد الانسان ميه وهيفقد املاح مهمه، وبالتالي هيحس بالعطش خلال النهار، فدي نقلل منها تماما. هنيجي للجزئيه الخاصه بالعكس بقى، ان انا ازاي ابقى انا طول اليوم وانا كبير في السن انا محافظ على نفسي، مش عطشان مش جعان. هتناول المأكولات اللي هي سهلة الهضم، هتناول المأكولات اللي بتحتوي على نسب بوتاسيوم عالية زي من الفاكهة والخضار، ده هيساعدني على مدار اليوم ان انا ابقى مش جعان ومش عطشان. هي يعني خلينا نقول بقى في الاخر بالنسبة للأمراض، الناس الكبار السن اللي هم نوعين، نوع في ناس أمراض مزمنة وفي ناس مش أمراض مزمنة. الأمراض المزمنة طبعا تحت إشراف الطبيب، والامراض اللي مش مزمنه في حاجات نبعد عنها، الملح بالزبط. والحاجات المسبكه والحلويات المعقده بالزبط. الامراض المزمنه زي ما حضرتك قلت لنا هو الدكتور اللي بيقرر مع تغيير عاداتنا الغذائيه. تمام. فاضل لنا عاداتنا الدوائيه بقى. تمام. عاداتنا العلاجيه او الدوائيه. تمام. بعض الادويه يتم تعديل جرعاتها في رمضان، ولا يتم ذلك الا عن طريق صيدلي او عن طريق طبيب. انا عندي مدفع الامساك فاضل له 3 دقائق. فاضل له 3 دقائق. طيب احنا دلوقتي قبل مدفع الامساك هنؤكد على تعديل الجرعه الدوائيه لا يكون بالاجتهاد.
يعني انا باخد دواء سكر كنت باخده ثلاث مرات، فهظبط هاخد مع الفطار، هاخد على الساعه 11، هاخد على الفجر. كل هذه التوقيتات لابد ان يحسبها صيدلي او طبيب، لان احنا الفرق ما بين الجرعات في الادويه ده محسوب بالساعه. تمام. في بعض الادويه، في بعض الادويه الاخرى بيتم اللجوء لانها بتتاخد وانس ديلي او مره واحده في اليوم. تمام. الطبيب بيوجهني ان انا بدل ما هستخدم النوع ده هستخدم النوع الاخر، لانه خلال فتره الصيام هيبقى بيغطي لي ال 14 15 ساعه اللي انا صايم فيها. فدي العادات العلاجيه اللي احنا لازم نحافظ عليها. تمام. بالاضافه ان احنا في ظرف استثنائي وهو ظرف كورونا، فمن الاهميه بمكان الاخذ بالاجراءات الاحترازيه والعمل على التعامل معها كاننا لسه في اوج الازمه زي ما كان حاصل السنه اللي فاتت. هايل. خليني الناس مسافره. الناس اللي مسافره دي بقى ازاي نتعامل معاهم؟ طيب في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام وليس من البر الصيام في السفر، يعني او معنى الحديث. كويس؟ فالصيام في السفر طبعا المشقه الشديده هو في رخصه للافطار، ولكن هنقول ان طرق السفر دلوقتي وسائل السفر بقت اكثر راحه من ذي قبل يعني. فهنؤكد على السحور في وقت متاخر، ناخر السحور، نشرب كميات ميه كبيره لا تقل عن لتر ونص من الافطار الى السحور، تناول الوجبات الغنيه بالمعادن المهمه والفاكهه زي ما قلنا الموز من شويه في منتهى الاهميه ومتوفر اسعاره في المتناول. الحاجات دي كلها بتساعد ان انا خلال النهار وفتره السفر ما بيبقاش في فقد ميه كتير في الجسم، وبالتالي ما بيبقاش في عطش. فاعتقد ان احنا كمان حتى الفتره الزمنيه اللي احنا فيها دلوقتي درجه الحراره مش مرتفعه بالشكل اللي بيكون في شهر 6 وشهر 7 طبعا. فالسنه دي فرصه يعني للساده المسافرين هم يحافظوا على صيامهم، بشرط ان هو اثناء فتره الفطار للسحور يكون بيتناول بعض الفواكه بكميات كبيره. البطيخ مهم جدا جدا لانه بيحتوي على كميات ميه كبيره بتدي له احساس بالشبع والارتواء خلال اليوم. وخلينا نقول الاساس في الصيام انك تبقى فاطر. الاساس طبعا بقول لحضرتك ليس من البر الصيام في السفر، دي قاعده لازم ناخدها لو هيحصل مشقه ويحصل تعب خلال فتره السفر يعني. كنت تحب تقول تضيف حاجه بالنسبه للصيام لمراحل عمريه مختلفه قبل ما ننهي الفقره بتاعتنا؟ طيب حضرتك قلت حاجه من شويه جميله جدا، قلت ان كل واحد يقدر يبقى هو دكتور نفسه وطبيب نفسه في موضوع الصيام. بوجه الكلام تحديدا لكبار السن. كبار السن متعكم الله بالصحة والعافية، ربنا سبحانه وتعالى جعل رخص وجعل إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. فلو حضرتك أو حضرتك شايفة إن الصيام هيبقى مجهد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا يتقبل مننا كلنا وإن شاء الله شهر كريم على الجميع. بإذن الله المدفع الإمساك فضل له نص دقيقة أنا اللي هتكلم فيها. اتفضل. كل صحة طيبة يا دكتور هاني. طيب يا فندم. خليني بس أقول الخلاصة اللي من الدكتور هاني قالها. خلي بالك تعامل مع رمضان كأنه يوم عادي، حاول تفطر فطار خفيف، تتعشى اللي هو هيبقى الفطار الأساسي بتاعك اللي هو على الساعة 10، وممكن تتسحر وينصح بالزبادي والخيار عشان الخيار فيه كمية سوائل عادية. ده بالنسبة لكل الناس. وعلى فكرة في ناس مدمنة شاي بلبن وفينو في الأيام العادية، على فكرة أنت ممكن في رمضان تفطر بالتمر وبعد كده تاخد كوباية الشاي اللي بتاعك وسندوتش جبنة البيضة، تروح تصلي وتصلي التراويح بتاعك، وعلى الساعة 10 يفطر فطارك بقى اللحمة والحاجات دي كلها، والسحور بتاعك يبقى قبل الفطار، قبل السحور قبل أذان الفجر بفترة بسيطة، بتاخد فيه الزبادي والخيار. خلصت حلقتنا النهارده، ونتمنى احنا نكون احتفلنا معاكم بشهر رمضان بطريقه مختلفه. بس انا نسيت اشكر الدكتور هاني فرج مشرف طب الاقتصاد. شكرا دكتور هاني، صحتك طيب. كل سنه وانت طيب. اشوفكم على خير. خلصت حلقتنا النهارده، والى اللقاء في حلقات قادمه من برنامج صحتك ثروتك. كل سنه وانت طيب. السلام عليكم.